لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارا، صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، ومعنى نأى بجانبه أي تكبر وتباعد. وناء مقلوب عنه، والمعنى بعد عن القيام بحقوق الله عز وجل. يقال نأى الشيء أي بعد، ونأيته ونأيت عنه بمعنى واحد أي بعدت، وأنأيته فانتأى أي أبعدته فبعد. وتناءوا تباعدوا، والمنتأى الموضع البعيد. قال النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنه واسع. قرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: وناء بجانبه مثل باع، الهمزة مؤخرة، وهو على طريقة القلب من ناء، من ناء كما يقال راء ورأى. وقيل هو من النوء وهو النهوض والقيام. وقد يقال أيضا للوقوف، للوقوع والجلوس نوء، وهو من الأضداد، أظنها الوقوف. الوقوع برضو ها؟ النهوض والقيام، وقد يقال أيضا للوقوع والجلوس نوء، وهو من الأضداد. وقرئ ونأي بجانبه، ونأي ونأي بجانبه، ونأي، والعامة ونأى في وزن رأى. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي إذا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يائس وقنط، لأنه لا يثق بفضل الله تعالى. الصحيح أن الآية عامة في نوع من البشر هو عامة الناس إلا أهل الإيمان. إذا أنعم الله عز وجل عليه بعد عن الشرع، أعرض عنه، أعرض عن دين الله. هناك من يعرض إعراض كفر كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فهذا إعراض عن الإيمان، وإعراض عن اتباع آيات الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهناك إعراض أدنى من ذلك، يعني يعرض عن العمل وإن آمن بالآيات، لكنها درجات، وهي يؤدي القليل منها إلى الكثير، ويؤدي نوع المعصية إعراض المعصية إلى إعراض الكفر إن استمر عليه وصله إلى ذلك. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذه الأمراض التي تلازم الحالين للإنسان، فقال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهذا النوع من الناس، ولئن أذقنا وإذا ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فهذه جملة أمراض قلبية فيها أو لها أثر في سلوك الإنسان مع الناس وفي الحياة، فأكثرهم عند النعم ينسبون النعم إلى أنفسهم ويعجبون بأنفسهم ويفتخرون بها على الخلق، مع أن أحدا لا يملك هذه النعم إلا الله. لا يملك أحد من الناس أن تبقى النعمة عنده، بل يأتيه البلاء والضراء ونزع الرحمة والنعمة منه في أي وقت. المؤمن دائما ينسب النعمة إلى الله، وإذا بسته الضراء والبأساء صبر واحتسب ورضي بقضاء الله، وعلم أن المصيبة من عند الله أي بتقديره، فيرضى ويسلم. وهذا هو سبب سعادة الإنسان، وإلا فالإعراض والبعد عن دين الله وهو حال أكثر الأغنياء وأكثر الكبراء والملوك إلا من رحم الله. فهؤلاء يكون الإعراض عن دين الله هو الصفة اللازمة في الأغلب، ونادرا ما يتذكر هذا العبد ويشكر نعمة الله بالقول والعمل بعد الاعتراف بالقلب أنها من الله عز وجل. وأما الضيق واليأس والشعور بالبؤس والقنوط، كلها أمراض تؤدي بالعبد إلى الكفر من الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يكفر كثير من الناس في فترات الضيق بالاعتراض على قضاء الله وادعاء عدم الحكمة في ذلك، ولماذا يفعل الله بنا ذلك، ولماذا يصيبني ذلك، وماذا فعلت حتى أفعل، وهو فاعل أشد شيء وهو الكفر. ماذا فعلت حتى أفعل بي ذلك، ويكون في سخط وضيق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا علمنا ذلك فلا بد أن نحذر على أنفسنا من هذه الأمراض القلبية التي تشقي الإنسان في دنياه وأخراه. وما من أحد إلا وهو بين حالين، بين حال نعمة وبين حال
شر أو حرمان مؤقت عند أهل الإيمان، ضراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رحمك الله، رحمك الله. إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأحوال الفقر وأحوال البؤس وأحوال المرض تحتاج منا إلى نظرة غير نظرة عامة الناس لننتفع بهذه الأحوال. وهل في الفقر والمرض نفع؟ نعم والله، أنفع عند الأغلب الأعم من حال السعة والغنى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أكثر أهل الجنة الفقراء، وجعل الغنى في الأغلب مرتبطا بالإعراض والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ونأى بجانبه نوء بالجانب كذا إمالة، مثل قوله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس. التصعير هو الإمالة، فنأى بجانبه يعني ترفع، ترفع عن الشكر، تكبر على عباد الله، وأعرض عن شكر نعمة الله، وأعرض عن العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة أو رأيت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، لأنهن أكفرن العشير، يكثرن اللعنة والعياذ بالله. كما ذكرنا نحتاج إلى أن ننتفع، خصوصا أن السخط لا يغير الحال، يعني الناس تفضل تشتم وتقول الزمن اللي فيه كذا والأحوال الصعبة، فضلا هم يقعدوا يشتموا غيرهم طبعا، يعني فيترتب على ذلك زيادة البلاء. نحن نحتاج إلى بث روح التراحم، وبث روح الصبر والشكر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وهذا عند وجود الشدة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وهذا من التراحم، لأن اعتاق الرقيق بعد بقائه عمرا في الرق وذله، فإذا اعتقه وأعان على ذلك حتى أعتق كان ذلك من الرحمة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة. الرحمة باليتيم خصوصا إذا كان قريبا في أيام المجاعات، أو مسكينا ذا متربة. سبحانه وتعالى يذكر ما ترق به قلوب المؤمنين، لأن هذا المسكين الذي التصق بالتراب فلا شك أنه يحتاج إلى من يرحمه. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. اللهم اجعلنا من أصحاب الميمنة. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال ابن عباس: شاكلته ناحيته، وقال الضحاك، وقال مجاهد طبيعته،
وعنه قال حدته. قال ابن زيد على دينه. وقال الحسن وقتادة نيته. وقال مقاتل جبلته. وقال الفراء على طريقته ومذهبه الذي جبل عليه. هذا أشمل يعني، لأن هذا يشمل الاعتقاد والعمل والطريق الذي يسير فيه الإنسان، فهو الناحية. وقيل قل كل يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب، يشاكله يعني يشابهه وأولى بالصواب في اعتقاده. وقيل هو مأخوذ من الشكل، يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. قال الشاعر كل امرئ يشبهه فعله، ما يفعل المرء فهو أهله. هذه مثل قوله تعالى، يعني هذا الشعر مثل قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخبيثون من الناس الخبيثون للخبيثات من الأعمال، الخبيثون من الناس للخبيثين من الأقوال، الخبيثين من الناس الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، الخبيثات للخبيثين، الخبيثات من الأقوال والأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأقوال والأعمال، الطيبون من الناس للطيبات من الأعمال، الطيبات من الأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأقوال والأعمال. قال والشكل، فالشكل هو المثل والنظير والضرب، كقوله تعالى وآخر من شكله أزواج، يعني مما يماثله أنواع أخرى. والشكل الهيئة، يقال جارية حسنة الشكل. وهذه الأقوال كلها متقاربة، والمعنى أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها. وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي، وليس لها إسناد صحيح. والأقرب أن هذا عام في كل زمان ومكان، لأنه قال كل يعمل على شاكلته، فليست في شخص واحد حتى ولو نزلت فيه. ولذلك إذا أردت أن تعرف مآلك فانظر إلى حالك وأعمالك، فإنك تعمل بناء على أصلك ونهايتك كذلك. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي بالمؤمن والكافر، وما سيحصل من كل واحد منهما. هو الظاهر أنه هو بمن هو أهدى سبيلا، هو أعلم بكل شيء، ولكن خص هنا علمه بالمهتدي الذي هو أهدى من غيره، فلذلك وفقه سبحانه وتعالى لهذه الخيرات، كما قال عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو عز وجل أعلم بمن هو أهدى سبيلا فيوفقهم، لأنه أعلم أن قلوبهم صالحة، سوف تشكر، سوف تكبر وتنمو على النعمة بالدين والنعمة بالطاعة. كذلك هو أعلم بالظالمين، ما وضع الأشياء إلا في مواضعها، وضع النعم عند من يشكرها، ووضع البلايا ووضع الأمراض، أمراض القلوب، عند الظالمين الذين لا يعرفون شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وما ظلمهم حين يعني جعل عندهم السوء والفساد، لأنهم إنما هم عملوه بإرادتهم وقدرتهم. وقيل أهدى سبيل، قال وقيل أهدى سبيلا أي أسرع قبولا، وقيل أحسن دينا، هذا هو الصحيح، إن أهدى سبيلا يعني أحسن دينا. وكل أحد يعمل على ما يشاكله ويناسبه، وكذلك يكون قريبا ومصاحبا لمن هو على شاكلته. ويدل على هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولذلك احذر أشد الحذر أن تكون في صحبة واقتران أهل الفساد، لأنهم يزيد بعضهم بعضا فسادا. تجد صحبة السوء يخلوا يشرب سجاير، وبعد كده يشرب مخدرات، وبعد كده يفعل الفواحش، ويسب الدين، ويترك الصلاة، ويستهزئ بالطاعات، يصل إلى الكفر، ونعوذ بالله من ذلك. وأهل الإيمان جليس الصالح، تجد الريح الطيبة ويحذيك، يعطيك، يحسن إليك، أو تشتري منه، تعينه ويعينك على طاعة الله عز وجل. قال وحكي أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. هذا لا يثبت وليس له إسناد كما ترون. يقول وقال عمر: تنزيل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. سورة قاف أول قاف، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
وقال علي بن أبي طالب: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلها من الآيات الدالة على مغفرة الله ورحمته، إلا أن التفسير المنقول أو الاستدلال المنقول عن أبي بكر من أنه استدل بهذه الآية على ما يعمله الرب في العبد أنه مغفرة الذنوب، يعني فيه نظر والله أعلى وأعلم. فإنه أن يقال يشاكل الرب الغفران، الله يعمل على شاكلته هذه الآية كلها في العباد، الآية كلها في المخلوقين، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.